تحليل جديد من قناتكم قناة عمير في الكاذب. سنقوم بتحليل البيتكوين بعد هذا الصعود القوي الذي حدث اليوم. لكن قبل البدء دعوكم الاشتراك في قناة التليجرام المجانية، الرابط تضغطون عليه من صندوق الوصف، لا تأخذوا لا الاسم ولا الصورة مقلدين. عندما تضغط على هذا الرابط من صندوق الوصف لهذا الفيديو تجد نفسك عضو في هذه القناة المجانية التي يشارك معكم فيها أرباح المشاركين في دوراتنا التدريبية. لاحظوا هذا الأخ يحقق 374% من يعني تداوله للغاز الطبيعي، هذا الأخ يحقق 384% من تداوله للبيتكوين شراء، ويعني يقول الله يكون بعون باينانس، الدعاء لمنصة باينانس، يعني مستملحات للإخوة. هذو طلبة الذين يعني يقومون بتطبيق ما يدرسونه بالدورة، والحمد لله يحققون أرباح 384% في صفقة واحدة. هذا الأخ كذلك يعني 76% ويقول شكرا لك من القلب أخي وسام على الدورة الأكثر من رائعة. يحقق كذلك 76% من البيتكوين، هذا الأخ يحقق 163%. تلاحظون يعني ناس تحقق أرباح انطلاقا من تطبيقهم لدوراتنا التدريبية، وكذلك في هذه القناة المجانية أشارك معكم شهادات صوت وصورة للمشاركين في دوراتنا التدريبية أرباحهم كما قلنا. وكذلك آخر عرض هو هذا العرض، عرض بوم، الذي تحصل فيه على تحليل موجي زي البريس أكشن فقط ب $197. لكن الأهم من الدورة بالنسبة لي هم الثلاث مجموعات، مجموعتين نقاشات فوركس وكريبتو في خيرة المتداولين لدي، يعني يشاركون معك تحليلاتهم وصفقاتهم، ومجموعة تحليل يومي في اي بي للذهب، اليورو، دولار، البيتكوين والداو جونز. وشاركوا معك فيها تحليلاتي يوميا لأربعة أسواق: الذهب، اليورو، دولار، البيتكوين والداو جونز. هذه القنوات الثلاث بالنسبة لي أهم من الدورة، لأنك تطبق ما تدرسه بالدورة، وهذا هو المهم، التطبيق، لأن التداول هو مهنة تطبيق وليس مهنة حفظ. فبالتالي إذا أردتم استغلال هذا العرض والخروج من 95% الفاشلين والدخول إلى 5% الناجحين، الرابط أسفل في التعليقات أو الرابط في صندوق الوصف أول رابط. لا تنسوا كذلك الذهاب إلى الموقع beprowavetrader.com، في هذا الموقع beprowavetrader.com، في هذا الموقع هناك مقالات يمكنكم قراءتها وكتب يمكنكم تحميلها مجانا مثل الدراسات للشمال اليابانية للمبتدئين. تضغط على يبدأ الآن مجانا، تضع ايميلك الخاص، تصلك الكتب بايميلك الخاص. تحذير: التداول مهنة خطيرة يمكن أن تخسرك أموالك، لذلك كل ما نقوم به في القناة هو ده مغزى تعليمي وتثقيفي 100%. لا نعطي لا نصائح مالية ولا استثمارية. يضغط على زر الشراء والبيع فأنت المسؤول، مسؤولية تم عن قراراتك. قناة العلمية في الكاذب لا تتحمل أي مسؤولية. كل ما نطلب منك أن تراقب، تقارن، تشاهد. إذا عجبتك الطريقة يمكنك الانضمام إلى دورتنا وإلى عروضنا. ماذا قلنا في البيتكوين آخر مرة اللي هي أمس؟ البيتكوين قلنا أنه إذا حصلنا على فرصة سنبحث عن الصعود، وقلنا أنه هذا تصحيح، وإذا حصلنا على تصحيح هنا فهذا هو صعودنا. على الأقل إذا كسر هذه القمة نحولك في خسارة إلى بريكيفن، كسر هذه القمة تحولك في خسارة إلى بريكيفن. لماذا؟ لأن هدفنا هو نفس طول هذه الموجة، هذا هو الهدف اللي راح يكون نفس طول هذه الموجة. المشكل اللي عندنا أنه في بعض منصات البيتكوين كاسر للقاع، وفي بعض منصات البيتكوين غير كاسر للقاع. إذا لم يكن غير كاسر للقاع فدائما هناك احتمال أن يعود لكسر القاع قبل الصعود، هذا هو الإشكال اللي حتى يكتب تكتمل بنية هذا التصحيح. لم يكسر القاع، بنية هذا التصحيح غير مكتملة، هذا هو الإشكال إخوتي الكرام. لذلك قلنا أنه هدفنا ما دام هناك كسر للقاع في بعض المنصات وفي بعضها لا، سنقول نفترض أنه كسر القاع، لكن لكي نحمي نفسنا عندما يصل السعر لهذه المنطقة مستوى 20500 20488 التي اقترب منها، ويمكن الآن تحويلك في الخسارة، يمكن تحويلك في الخسارة إلى بريك إيفن، لكن الهدف سيكون مستوى 22000، وهذا قلناه في كل الفيديوهات. وعندما نزلنا إلى فريم 15 دقيقة لاحظوا كان هناك كما تلاحظون هنا، كان هناك ذلك النطاق، إذا تذكرتم النطاق الذي كنت قد حددته لكم، هذا النطاق. وبعد كسر النطاق كنا قلنا أنه منطقة التي نريد فيها تصحيح هي المنطقة، يكسر ويصحح، يكسر ويصحح، كسر ثم عاد وأعطانا ذلك التصحيح regular flat، وبعد ذلك أعطانا هنا 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 موجود نطاق حرب بين المشترين والبائعين. وأفضل منطقة كانت هي هذه المنطقة، هذه منطقة تمركز الأموال، هذه أفضل منطقة يمكن الدخول فيها قبل أن يطير البيتكوين، وبالفعل طار البيتكوين بعد ذلك. الآن تحولك في الخسارة إلى بريك إيفن. الهدف سيكون ليس مستوى $20,500، الهدف سيكون $22,000 كهدف أول، هذا هو الهدف.
هذا هو الهدف. ولاحظوا بعد هذا النطاق، لاحظوا كونتر برايس اكشن هو المنطق. لما حددنا هذا النطاق منذ مده، لاحظوا الاحترام كيف تم احترامه في هذه المنطقه. هذه ليست منطقه دعم ومقاومه، لا، هذه منطقه بها اموال، هذه منطقه بها حرب بين المشترين والبائعين، منطقة بها حرب بين المشترين والبائعين. هذا اختراق كاذب، اختراق كاذب، اختراق كاذب. كان هناك حرب بين المشترين والبائعين، ولاحظوا كمية هذه الحرب قوية. ولاحظوا كذلك في نفس المنطقة كانت هناك حرب هنا، وهذا اختراق كاذب، اختراق كاذب. وبالتالي لاحظوا كمية الحرب اللي كانت موجودة هنا، وبعد ذلك بوم طار السعر. وحتى بعد تجاوز النطاق بقوة، لاحظوا كذلك أعطانا نطاقا هنا. لاحظوا هذا النطاق، حرب بين المشترين والبائعين هنا، اختراق كاذب، اختراق كاذب، اختراق كاذب، ثم بوم طار من هذه المنطقة. إذن عفوا، لاحظوا البرايس أكشن والتحليل الموجي قيمتهما. الآن كل ما علي فعله تحويل وقف الخسارة إلى بريك إيفن وتركه. إذا صعد البيتكوين وكسر القمة ثم عاد بقوة وارتد بنسبة 100% من هذه الموجة ثم بدأ يصحح، هذا للنزول، هذا للنزول لكسر القاع مرة أخرى حتى يكون هذا هو التصحيح المكتمل، نزول أخير ثم بعد ذلك سنتوقع هذا الصعود، ثم بعد ذلك نزول أخير قبل الصعود لتكتمل هذه الموجة. لاحظوا هذا سيناريو. السيناريو الآخر ما هو؟ هو أنه يطير البيتكوين للمستوى 22000 وخلاص، يعطيني هذا النموذج، وبعد ذلك اي نقص في زخمية هذه الموجة زائد نطاق زائد كسر للنطاق، بوم نزول لكسر القاع، وهكذا تكتمل بنية البيتكوين. الصعود ليس الصعود لكن على مستويين. اول مستوى يصل السعر لهذه المنطقة، مستوى 25000 دولار، من هذه المنطقة الى 25000 دولار، ثم بعد ذلك اذا طار قد يطير الى مستوى نفس هذا طول هذه الموجه هنا، يعني ال 55000 دولار او 50000 دولار. تلاحظون اذا كهدف اول 25 ثم كهدف ثاني 50000، اذا اعطانا زياده في الزخم، اذا اعطانا زياده في الزخم. لماذا سيكون الهدف الاول هو هذه المنطقه؟ لانه لا تنسوا ان البيتكوين به دبليو اكس واي، واذا صعد ونزل ثم عاد قد يكون هذا فقط اكس زد. هذا التصحيح سيكون مساويا لهذا التصحيح ثم يعود لمرة أخيرة حتى تكتمل بنية هذه الموجة، وهكذا نبحث عن صعود مساوي لهذا الصعود حتى يكتمل هذا التصحيح، ثم بعد ذلك هذا النزول تقفله هنا، وهكذا يكتمل بنية البيتكوين للصعود مرة أخرى. عندما يصل البيتكوين إلى هذه المنطقة، يعني 500 800 700 ألف دولار، ربما حتى يصل إلى لا أدري 2000 أو 3 أو 1500، عندما يبدأ الكل بالبحث عن البيع، وهنا يجب البحث عن الشراء. إخوتي الكرام، بالنسبة للبيتكوين انتبهوا لهذه الأمور التي يتم التلاعب بكم فيها، يتلاعبون بكم إخوتي الكرام كثيرا. إذا لم تكن تتقن تحليل الموج والبرايس أكشن سيتم التلاعب بك يوميا ودائما. لذلك الحمد لله ترون طلبة يحققون أرباح دائما من استعمال تحليل موجو بريس أكشن، لأنهم يعرفون مناطق التلاعب، يعرفون كيف يبتعدون عنها. إذن هذا هو تحليلي اليوم للبيتكوين. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الصعود، أتمنى أنكم تستفيدون من فيديوهاتنا. إذا كنتم تستفيدون وتريدون التعمق أكثر، هذا هو العرض الذي أقدم لكم. الرابط أسفل في تعليقات أول رابط، وفي صندوق الوصف أول رابط، تضغط عليه تتحدث معي مباشرة، أنا الذي أجاوبك. لا تنسوا أن تفجروا لايكات، دعوا تعليقاتكم سؤال الجولة، لا تنسوا أن العلم نعرف كذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك أستاذ وسام؟ إزايكم يا جماعة قناة العلم لا يعرف الكذب؟ أهلا وسهلا، أنا سلوى من مصر. بحب أشكر أستاذ وسام على تجربة الكورس. الكورس فعلا مفيد جدا، كورس التحليل الموجي والبرايس أكشن، كورس مهم جدا لأي حد ما عندوش فكرة أو ما عندوش ثقة في تحليله. ثبت فعلا أن التحليل الموجي هو أكتر تحليل أقرب للشورت، وبيحترم جدا الشورت، بيحترم جدا التحليل الموجي. وفعلا الواحد بقى بيعرف إزاي يقرأ الشورت، وبيقرأ إزاي يعرف يحدد الموجة، هل هي موجة تصحيحية، هل احنا في موجة دفعة، طب ايه هي انواع التصحيح، طيب ندخل فين، نخرج منين، الهدف فين، ازاي
ازاي بدخل، الاستراتيجية بتاعت الدخول، لو انا حتى في تصحيح، لو انا عايزة سكول، لو انا عايزة بدخل طبعا سبوت. ف الكورس فعلا مهم جدا جدا وممتاز الحقيقة، والقيمة العلمية اللي فيه والمعلومات اللي فيه فعلا مفيدة جدا، وبتخلي اي حد ما عندوش فكرة يتعلم التحليل، وازاي يعرف يقرا الشورت، وازاي يعرف يحلل، وبيبقى عنده ثقة في نفسه، مبقاش معتمد نهائي على انه ياخد توصيات بقى من قنوات التوصيات، ادخل عملة كذا، ادخل في سعر كذا، حط ستوب لوز عند سعر كذا. لا لا خلاص بقى، الواحد يقدر يعتمد على نفسه يعني بشكل كبير، واداؤه اتحسن جدا جدا جدا. وطبعا مع الخبرة ان شاء الله التجربة دي ان شاء الله تنجح بإذن الله، ويبقى الواحد عنده ثقة في نفسه وثقة في تحليله اكتر بكتير يعني ان شاء الله بإذن الله. وبتشكرك جدا استاذ وسام، شكرا الف الف شكر، وربنا يجعله في ميزان حسناتك ويجازيك كل خير عن اي حد اتعلم منك الكورس ده واستفاد منه، فربنا يجازيك خير كتير جدا يعني، ربنا يبارك لك يا رب. ومتشكرة جدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.